الشيخ محمد حسان هناك لخطبة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأجواء عندك أستاذ محمود؟ والله ما شاء الله يا زميلها من الأجواء يعني رائعة، وأهل العريش ناس أفاضل وكرم ما بعد كرم، ويعني ما شاء الله مش هقول لك الاستقبال ازاي في اخواننا في العريش على جميع المستويات، والله ما شاء الله وما شاء الله يعني حاجة تبشر بالخير. وهي دي أرض مصر متعطشة دائما للعلماء، ودائما يعني حب الدين يعني يملأ قلوب شعب مصر، وخاصة يعني العلماء الربانيين. وطبعا قناة الرحمة لها يعني بفضل الله تعالى ثم بفضل العلماء الربانيين الذين يظهرون على شاشة قناة الرحمة، وأنا والله والله أشهد الله أن كل من يظهر على شاشة قناة الرحمة من الربانيين، الله نحسبهم من المخلصين يا يعني. وهذا من فضل الله يعني تعالى على هذه الشاشة المباركة التي لا يظهر عليها إلا يعني صاحب عقيدة صحيحة، صاحب عقيدة سليمة وقلب نقي، ورحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الوسطية في الطرح. نعم. والوسطية اللي يعني في الاعتدال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبفضل الله تعالى أبشر حضرتك يا زميلها والله يعني ما شاء الله الناس كل بابنه في الشارع الكل بيشكر في القناة وفي كل من يظهر على شاشة قناة الرحمة. فبفضل الله تعالى وإن شاء الله سوف تشاهدون غدا صلاة الجمعة يعني التصوير الخطبة، وبفضل الله يعني سوف كلهم بيطلبوا كل مشايخ قناة الرحمة يجوا العريش. خلاص نعمل قناة الرحمة هناك بقى إن شاء الله يعني في كل مكان قناة الرحمة. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك. شكرا استاذ محمود، تيجي بالسلامه ان شاء الله. انا يعني بحيي الدكتور جمال المهندس، الله يبارك فيك يا زلمه، يعني شيخنا منورين ما شاء الله. شريط الرسائل على القناه يعني منذ فتره طويله بيدل على هذا. نعم. اهل العريش جميعا بيحيوا الشيخ وبيرحبوا بالشيخ وبيرحبوا فعلا بفريق قناه الرحمه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربنا يكرمك. من فضل الله تعالى وربنا يبارك فيكم، مش عاوز اطولت عليكم سامحونا. انت منور استاذ محمود، ربنا يبارك فيك. تيجي بالسلامه وسلامنا للشيخ محمد حسان ان شاء الله. ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كانت مداخله هاتفيه معنا من العريش الاستاذ محمود حسان مدير عام قناه الرحمه. بقول للدكتور جمال، الاخذ بالاسباب في الهجره تشريع للامه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه، اما بعد، بدايه احب ان الفت نظر اخواني وأخواتي من خلال هذه الشاشة المباركة أن الهجرة أحداث نتذكرها ونستفيد منها ونتعلم منها، وليست عيدا يعيشه أهل الإسلام. لأننا ننكر على من يحولون بعض المناسبات الإسلامية إلى أعياد، ونقول لهم إن الأعياد عندنا معشر أهل الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى أو يوم النحر الأكبر يوم يؤدي الحجيج معظم أو أكثر أعمال الحج. أما الذكرى والهجرة لم تكن في المحرم، الهجرة كانت بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا دخل المدينة يوم 12 من ربيع الأول، اليوم اللي بيحتفل فيه كثير من المسلمين بالمولد النبوي. المولد النبوي ليس مقطوعا أنه في هذا اليوم، وإنما يختلفون على يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يختلفون في شهره، لكنهم علماء الإسلام يتفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في هذا اليوم، فهو أولى بأن يحتفل فيه بالهجرة. وكذلك قبض والتحق بالرفيق الأعلى في هذا اليوم على الراجح من أقوال أهل العلم. طالما أن الهجرة أحداث نذكرها ونتذكرها ونستفيد منها، فمن أهم الدروس التي نخرج بها من حدث الهجرة درس الأسباب، الحرص على الأسباب. بعض الناس يعتقدون أن من تمام التوكل على الله والاعتصام به والاستعانة به أن يترك الإنسان الأسباب، وربما نقرأ في بعض الكتب القديمة بعض نماذج على ألسنة بعض الناس من المتصوفة وغيرهم تؤدي إلى هذا المعنى أو إلى هذا المعنى المخلول.
أئمة أهل السنة بيّنوا لنا باتفاقهم أن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، بل هو لا يتنافى أبدا مع الأسباب. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وقد أمر بالصبر وأمر أصحابه بالصبر. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أصحابه نبيا رسولا 13 سنة. نعم، عاشوا في مكة يتحملون أشد ألوان العذاب كما يعرف الناس من الأفلام. أشار الشيخ مسعد حفظه الله إلى طرف من هذا في لماذا الهجرة. نعم، ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهاجر، لأن الهجرة تأتي بأمر إلهي بوحي. بل إذا شكى إليه بعض أصحابه يصبرهم. جاءه خباب بن الأرت وقد تقطعت أعضاؤه، كشف له عن ظهره، فإذا أثر الحديد المحمي في ظهره، أثر السياط في ظهره، وخباب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ادعو الله لنا بالنصر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فينشر حتى يسقط نصفين، ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. نعم، فأول سبب نعيه من هذه السيرة الصبر وترك العجلة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكنكم تستعجلون. أنا أتساءل، إنسان يقطع ظهره ويسيل صديده بسبب العذاب، نقول له: أنت مستعجل إيش؟ أن يدفع عنه، أن يرفع عنه. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يقدم